كم بنات كي دايرين؟ لاباس عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتشوفوا هذا الفيديو، اليوم نهار جديد، فيديو جديد كالعاده. مرحبا بكم الاصدقاء ديالي القدام الجداد اللي غيدخلوا معايا جديد ان شاء الله. شكرا لكم على التعليق ديالكم وعلى اللايك ديالكم واللي خديتكم عليا. اليوم جبت لكم الفيديو ديال الخياطه ديال القفيطه اللي حطيت لكم، ديجا حطيت لكم ديال الفصاله، اليوم غنحط لكم ديال الخياطه. وهذا الفيديو نقدر نقسمه لكم على جوج، الجزء الاول والثاني لانه طويل بزاف، فيه تقريبا شي 40 دقيقه. من الاحسن نفرقوا لكم على جوج وغنحط واحد مورا واحد في نهار واحد ان شاء الله. وكنتمنى هذا الفيديو يعجبكم، ولا عجبتو القناه ديالي كما قلت لكم اشترك معايا في القناه وفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد ان شاء الله. وهذا هو القفطان ديالنا البنات، كما كتعرفوا انا كيعجبوني الحوايج ديال الدراري الصغار. كنتمنى هذا الفيديو يعجبكم، وما تنساونيش في لايك، وهانتوما معايا شوفوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخر، واعطيوني الراي ديالكم في التعليق. انا رجعت معكم البنات باش نخيطوا قميص ديال اللي حطيت لكم الفيديو ديال الفصاله من قبل. اول حاجه ما درت هو غادي نلاقيو الطرف ديال الامام، الرباعه ديال الامام مع ديال الخلف من فوق الكتف بحال هكا. اول حاجه ما غنديروها هي هذه، عاده كنديروا لي كنخدموه بهذه السيفه اللي هي بحال الشكل ديال الضفيره كما كتشوفوا معايا. اول حاجه بقى كنسبقوا لان كما شفتوه في الفصاله درنا لي فرونس لتحت. غادي نقلبوا الداخل ديال الثوب اللي هو هذا، غادي نحطوا الوجه لتحت، انما غنديروا فيه لا كابلي لا تراسم، غنحطوا الوجه لتحت وغادي نخدموا نديروا الوجه ديال السفيفه او الضفيره الفوق. انتما كما كتشوفوا الوجه ديالها غادي يكون الفوق بحال هكا، ودائما غادي ديروا ليها السكوتش هنايا باش ما تحل، لان سهله تحل. حاولوا تشدوه من تحت بحال هكا، بسم الله. كنجبدو الثوب وما كنجبدوش السفيفه، كنطلقو السفيفه عادي، كنحاولو نخيطو على الجنب ديال السفيفه او الضفيره، كنحاولو نخدمو على الراس فين كاين الضفيره الجنب ديالها. غنخدمو شويه غادي نوريكم كي تخدمات. هاد الكوتي دابا كله غنخدمو معاكم، الجهة الأخرى ما غنخدمهاش لأن بحال بحال، هي هو فين غادي تردو البال، غادي تردو البال التقويرة ديال الطوق هي لي خصكم تردو ليها البال. حاولوا ما يخرج لكم كتر من الثوب هنايا كتر من القياس. دابا حنا وصلنا عند التقويرة كما كتشوفو معايا، غادي نوصل دابا القند هنا قبل ما نوصل الفوق كامل، قبل ما نوصل الفوق غادي نوقف الإبرة هنايا. غنوريكم إلا بان لكم غنوري لكم، قبل ما يبقى لي نص سنتيم تقريبا كندخل الإبرة وكندور البياسة ديالي بحال هكا، وكندور الضفيرة أو السيفة ديالي، وكندير شوية ديال اللوفة، شوية لا الديكون ديال اللوفة، لأن البلاصة اللي دايرة في الثوب ماشي هي البلاصة اللي مشات نيشان. انا غادي كنخدم وكندير لوفه، هانتوما يعني شنو هو كندير لوفه، كندفع الضفيره ديالي او السفيفه ديالي واحد شويه بحال هكا، كنجي هنا فوق الكتف كنحل هنايا هاد الخياطه ديال فوق الكتف بحال هكا، وكندير لوفه. لوفه يعني راه كيبان لكم، قلت انا كتبان لكم هاد الهزه دابا، غير ما تهزوش بزاف بزاف، وحاولوا تنزلوا ديك الضفيره ديالكم او السيفه ديالكم، وكتضربوا في الجنب دائما في الجنب. وهاد الخيطه ديال فوق الكتف كتحاولوا تحلوها وتشدوها مزيان، حتى الا سميتو نقصوا، الا خرجوا لكم شي شنات ولا شي حاجه نقصوا. هنا عاوتاني الدوره وفي السيفه، كما قلت لكم اشنو هو وفي السيفه، يعني كنخدموا وكنزيدو واحد سنتيم تقريبا، وكنوركو على السفيفه ديالنا
ماشي اللي غنديروا الخيطه الثانيه كتجينا سهله. هنا كنوفيو شويه ماشي بزاف، ولكن الا وفيتو بزاف ما غيضر لكم حتى شي حاجه. انتم بحال هكا دابا، هذا هو الخلف وهذا الامام. كنوصلوا عاوتاني هنايا كنحلوا هذه الخيطه ديال فوق الكتف. هنا كنحاولوا نوفيو لان قربنا نجيبوا دوره، كنحاولوا نوفيو. غندوز معكم الطوق كامل، هانتوما بحال هكا كنحاولوا نوفيو في هذه الدوره لان هذه هي اللي تتكون حاسمه. واللي وفيتو باش ما وفيتو باش ما زدتو هنايا السفيفه، زيدوها كيف كيف تكون بحال الجهه الاخرى بحال بحال، لان الى واحد الجهه كثرتو فيها واحد الجهه قللتو فيها كيجيكم الطوق عوج. النيفو باش غادي كتزيدو السفيفه كتوفيوها في جميع البلايص بحال البلاصه الاولى بحال البلاصه الثانيه. دابا هنا علاش كنخدم، راه ماشي الوجه ديال الثوب، هذا راه الداخل ديال الثوب، غير باش تكونوا عارفين بالنسبه للمبتدئات. علاش؟ لان غادي نخدموها وغادي نقلبوها على برا. هنا كنخدم بيديا باش ما تفلت ليا الغرزه، حتى كيبقى النص ديال سنتيم. كنهز الصباط ديال لا ماشين وكندور السيفه ديالي وكنوفيها باش هذاك القنت ديك الزاويه تجيني مقاده، ما تجينيش فيها ديكالاج ولا تجي فيها شي تكبيشه ولا شي حاجه. كنوفي واحد شويه، كنضرب جوج ضريبات، كنحبس حتى تنقد سميتو ديال هنا. ما بقينا كنوفيو حتى شي حاجه بحال الجهه الاخرى اللي قلت لكم لان مهمه خصني نخيطها معكم كامله. انتما بحال هكا هنايا كتجبدوا الثوب مزيان، الشفا ما كتجبدوهاش باش ما جبدوها راه كتكمش لكم الخياطه. هنا قبل ما نقطعوا السيفه ديالنا الجهه فاش كاينه هنايا، قبل ما نقطعوا السيفه والضفيره ديالنا، كنديروا الطرف ديال السكوتش وكنشدوها، لان غير كتقطعوها كتبقى تحل بوحدها. كديروا لها السكوتش بحال هكا وكتقطعوا السيفه ديالكم. هنا كيبقى فيه السكوتش وهنا كيبقى فيه السكوتش، وعاده كنحاول ندوز عليه لا ماشين مره اخرى باش يتشد. كنجي دابا البلاصه اللي خيطت قبيله في الاول اللي هي هادي، هذا دابا الوجه ديال القميص ديالي او القفيتين ديالي. كنشدها كنقلبها هنا على برا على الوجه اللي هو هذا، وكنخيط الخياطه الثانيه اللي في الوسط هنايا. كتحاولوا تخرجوا الثوب كامل، تبان غير السيفه في الجنب. حاولوا تدخلوا دوك الشنات في الداخل، هكا تكون السيفه ديالنا بحال هكا. الا فيها شي حاجه شي تكينيشات ولا شي حاجه كيقدروا المصلح. هاد الدوره دابا غنجيبها كلها، نقدر نخيط معكم التقويره الا وصلتها او نخيطها معكم دابا ولو غير نص فيها. انا غير كنحاول باش ما يجيني الفيديو طويل. حاولوا دائما تدخلوا دوك الشنات او السرجي لداخل ما يبانش لكم. كنوصل دابا التقويره هنايا، كنطوي هكذا وكندخل السوجي ديالي كامل وكنعاود كنطوي بحال هكا. كنطوي هاد الجهه وهاد الجهه وكنحاول ندخل هاد الشنيتات اللي كاينين هنا وما ندير فيها لا بليا، لان هادي ما كتحتاج البليا
من تدفيرة صغيرة كندور البياسه ديالي وكندخل هذا الشيء كله خصو يدخل داخل هنا ما كنسرجيوش الطوق البنات ما بقاوش تسرجيو لان باش ما درتو السرج التقويره كتجي كبيره على مولاها كنحاولوا دائما نطوي داك الثوب اللي ما مسرجيش لداخل التقويره مهمه داكشي باش خيطتها معكم كما درت في الجهه الاولى غنديرو في الثانيه كنوصل بحال هكا كندخل كلشي لداخل كلشي كيدخل لداخل وكنورك على السيفه ديالي من الفوق وكنورك من التحت وكنحاول نبجغها بحال هكا ونحاول ندير القنت شويه للقميص ديالي باش نقدر نبدا العقد ديالي وانا مرتاحه هنا عاوتاني غادي ندخل السوجي ديالي كنجبد باش ما جبدتو هكذا كيدخل السوجي بوحديتو خديتو على الخيط معاكم غير سميتو ولكن ما كنقدرش تكون تفهموا كلشي بالنسبه للبنات المبتدئات كنطوي هذا السوجي كامل كندخلوه لداخل حاولوا ما يبانش لكم من هنا وحاولوا ما تشدوش غير شويه في المره الاولى باش تجي فيني كنت البنات غندير لي غير نص الطوق ديال العقاد ولكن ملي شفتو صغير قلت من الاحسن ندير ليه الهبطه كلها بالعقاد هكا بحال هكدا والخياطه ديالنا هي هادي نتوما كتشوفوا دابا شنو غنديروا غنجمعوا ليها الجناب او نخيطوا الكمام هما الاولين ونجمعوا الجناب بقاو معايا هنا البنات غنجمع هاد شويه نجمعوا بالماكينه هنايا غير شويه غادي نضرب غير السفيفه صافي لان كان عليا نجمع الثوب في الاول ولكن نسيت غادي ليه بحال هكا علاش درت ليه هكذا هنا غيكونوا فيه العقاد من الفوق هنا جمعت جوج سنتيم هنا علاش باش الا درت ديك الكشكشه هنايا غادي يبان مجموع هنايا بحال هكا دابا شنو غادي نصوبو غادي نصوبو لكم ديالنا نديرو ليه لي فخوز او الكشكشه اللي هو هذا الكشكشه ديالكم هي هادي كنديرو لي فخوز كنكبرو الغرزه ديالنا ماشين كنديرو جوج خياطات هكذا كنرجعو عاوتاني لهنا نقدروا نبداو غير من تما غير انا بغيت ندير هكذا كندير وحده كندير سنتيم بيناتهم وكندير خياطه وحده اخرى اللي هي هذه باش الا جمعتهم الا جبدتهم عفوا الا جبدناهم كيجيونا ساهلين في الخدمه الا جبدنا هذا مع هذا كيجينا ساهل انتما كنجروهم بحال هكذا تيجيونا ساهلين انتما بحال الشكل ديال الريدو وقبل ما نجبدهم نسيت قبل ما نجبدهم انا غنحلهم دابا غادي ندير واحد الكرانه هنايا غندير كرانه هنا كما كتشوفوا معايا غنديرها هنا وغنديرها حتى في الكم الكم ديالنا كاين حيت غير بنيه صغيره كيبان صغير
غنكرني عاوتاني في ام لكم هنايا بحال هكا، وعاده كنرجع لي فرونس ديالي اللي كنت جبت قبيله، نحاول غير باش نجبد الاخرين الجهه الاخرى. كنهز دابا هاد لي فرونس اللي جبت قبيله، نعاود نجبدهم لان طلقتهم كما كتشوفوا معايا بحال هكذا، وحاولوا تربطوا ليهم الراس ديال الخيط من هنا باش مش ما الا جبتهم باش ما يخرجوا بحال هكذا. علاش درنا ديك الكرانه ديال هنايا؟ باش نحطوا عليها وحده اخرى ديال الكم، كنحطوا الوجه على الوجه، كنحطوا الوجه ديال الكم على الوجه، هاد الكرانه الوجه ديالو الوجه ديال هذا غنحطوه على الاخر بحال هادو، غادي نلاقيهم بحال هكا بحال هكا. حتى كنقادوهم كنرجع نبدا من الاول، من هنايا غادي نبدا، من هنا غنبدا الخيطه ديالي. كنشوف الكرانه ديالي فين جات، انتما الطريقه اللي سهله البنات، سهله سهله، وكتجي من الاحسن ديروا ليها لي فرونس بحال هكا. انتما كيبان لكم كيجيو لي فرونس مقادين وما كيعذبوكمش، ما كيجيوش داخلين وخارجين، انتما كما كتشوفوا. تحاولوا غير تحتفظوا على ديك الكرانه باش تجي على الاخرى، باش يجيو وحده على وحده. علاش؟ لان لي فرونس القياس ديال هنا كيكون هنا، نفس القدر ديال لي فرونس ديال هنا كيكون هنا، وما تجبدوش بالكم لا الثوب حتى واحد فيهم. هانتوما بحال هكذا كنقادو مع الكم ديالنا، ملي كنشوفو لي فرونس جاونا كتر كنجبدوهم عاود تاني وكنخيط. الكم ديالنا كنجبدوه بحال هكذا، كنشوفوا لي فرونس ديالو ولا كجينا جاونا بحال هكذا. دابا هنا فوق الكتف غنديروا فيه الكرانه هنايا فوق الكتف. علاش؟ باش هاد الكرانه تجي مع سميتو مع الكتف ديال القياس. هانتوما الكتف هو هذا، هنا فاش غنديروا الكرانه ديالكم ديالنا. ونحاول نخيط معكم واحد الجهه، واحد الجهه كلها بالكم ديالها بالتركيز ديالها. كنديروا هنايا فنيته فوق الكتف حتى كنشوفوا الكم ديالنا فين جا، باش يجيونا شويه ديال البليات فوق الكتف. ها انتم شحال جانا دابا، غادي نحاول نرد لا ماشين لو باش نقدر نقاد لي فرونس ديالي على خاطري. كندير الكرانه هنايا وكندير جوج بليات اللي غيكونوا من هاد الجهه وجوج من هاد الجهه، يعني جوج اليمين وجوج اليسار. ها هي وحده وبقات ليا وحده، وملي كندير هاد وحده كنشوف التركيز ديالي الا كان باقي فيها سميتو كنكبر بليه كنزيد فيها باش ما يجيني التركيز كبير واحد على واحد. الكم ديالنا البنات هو هذا، والبليات ديالو هما هادو. هذا هو الدور ديال ديك ديال داك ثلاثه اللي كنا نقول لكم ديروا ثلاثه، هذا ما درناهاش فيه باش يجيك البليه واقفه. كنلقيو الكم هكذا وكنخيطو حتى لتحت، دابا كيما درنا لهاد الجهة هاد الكوتي ديال اليمين اللي غنديرو ديال اليسرى أو ديال هانتوما كيجا لكم
هالجي جا بحال هكا كوم ديالنا هو جاي واقف لي فرونز ديالنا جا واقفين بحال هكا وهذا الكشكشه هي هذه كما درت لهاد الجهه اليسريه غنديرها الجهه اليمنيه باش ما يجي الفيديو طول بقاو معايا. دابا البنات وصلنا باش نديرو ملي جمعت الجهه الاخرى غنديرو دابا نلقيو الكشكشه ديالنا حتى تولي كلها دايره تكون كلها وحده. تقدروا نتوما قبل ما تركبو لكم ديرو الكشكشه انا فضلت نديرها بهذه الطريقه. غادي نسدها الجهه ونسدها الجهه درنا الوجه ديال الثوب واحد على واحد بحال هكا وحنا نخيطو غادي تخيطوها كلها كما قلت لكم دايره غيلصق الطرف ديال الامام مع ديال الخلف اللي جاتو صعيبه ما يخيطش لكمهم حتى يدير الكشكشه اللور بوحدو والقدام بوحدو ولا خيط لكمهم كينزل يجمع كلشي بحال بحال كيما كيما درتو ليها راه هي دابا كنجيو لهنايا هنا كنبداو لي فرونس ديالنا من هنا نحاول غير نحيد الخيوط هنا كنكبرو الغرزة ديالنا دابا كملت لي فرونس ديالي كيما قلت لكم غنجر الوجه اللي ما زدت فيه الخيط الوجه ديال الفوق فاش كاينه ليبرا ما نجرش الخيط ديال الكانيت نجر ديال ليبرا كما قلت لكم راكم عارفين علاش لان زدت كنتمنى اللي عجبته القناة ديالي اشترك معايا في القناة ويفعل الجرس باش يوصلو كل جديد. دابا انا الخلف هو هذا خيطتو معكم وشتو كي خدمتو معكم وهكاك غندير نخدم ديال كيما درت ديال الخلف غنديرو ديال الامام بقاو معايا حتى نكمل ونرجع معكم نكمل الامام ونرجع معكم. دابا ملي خيط الامام البنات غنوريكم كي جا هو هذا دابا اللي بقى لي غير العقد غادي يكونوا هنايا يكونوا العقد في هاد الهبطه كلها ولي فرونس ديالنا هما هادو ديال الامام وهادو ديال الخلف وما عمركم تحيدوا لي فرونس حتى تجيبوها من المصبانه باش الا تصلحات كتبقى كيبقاو هاد لي فرونس مجبدين وقادين. دابا اللي بقى ليا غير نجمع ليها لتحت ونجمع ليها الكمام غادي نجمع فيهم غير سنتيم بحال هكا لتحت والكمام ونرجع معكم بلا ما تشوفوا معايا لوغلي ديال لا ماشين في التحت ولا في الكمام حتى تشوفوا معايا العقد باش ما يجي الفيديو طويل.